الحقيقه انا لقيت ان معالي الوزير بيبادلني حيوي، يمكن يعني هو بيبادر كمان بهذه المبادره، فانا بشكر حضرتك على اهتمامك بمحافظه دمياط وعلى اهتمام حضرتك بشركات الغزل والنسيج، وبالتحديد احد الشركات الهامه في هذا المجال وهي شركه الغزل والنسيج. بشكر حضرتك على وجودك وبالتزام الشديد ان شاء الله في محافظه دمياط. Thank you very much.